السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله نحاول نهضروا على سقي الزيتون في فصل الصيف. كما كتعرفوا أن فصل الصيف كتكون الحرارة مرتفعة، يعني كتكون كيشهد واحد ارتفاع كبير في الحرارة، مما يجعل أشجار الزيتون كتحتاج واحد النسبة كبيرة بالمقارنة مع فصل الشتاء من المياه. فباش نوفرو حنايا الظروف ديال سقي الزيتون اللي كتكون ملائمة لهذا الفصل هذا، فكنشكو لعدة ديال الطرق دي، منها السقي بالتنقيط ولا السقي بالغبر. لا، عدة طرق اللي كاينين اللي كنديروهم باش نوفرو الشجرة احتياجات ديالها من الماء. ومن بعد فكيجي السقي التكميلي، يعني السقي التكميلي يعني من بعد ما كدير الشجرة الحب ديال الزيتون، فخصنا يكون عندنا واحد السقي اللي كنكملو به هاد لي بوزوان ديال اللي كنعطيو ديال الماء، يعني كنعاونو الفروي انه ما يكونش خاصو الماء، يعني وباش ما يكونش واحد تساقط كبير في حبات الزيتون، فخاصنا نتبعوا واحد النظام اللي يكون مزيان، يعني نظام ري يكون منتظم وكافي ومزيان. فكنقدم لكم واحد الطريقة بالنسبة للناس اللي كانوا توقفوا على السقي، يعني توقفوا نهائيا على السقي الزيتون لواحد الفترة. فعليك انك اذا كان الحوض خاصك تكون تعمر الحوض بالماء مزيان 3 المرات على الاقل. من بعد غادي تتبع النظام ديال السقي ديالك، غاتدير واحد النظام اللي هو منتظم كما قلنا وتحاول تتبعه. من بعد ما تقوم بغمر الحوض بالماء كما قلنا، فراه كترجع للنظام العادي ديالك اللي كتبع فيه السقي المنتظم، يعني كتعطي للشجرة واحد النسبة ديال الماء اللي هو كافي باش يكون عندك واحد التجانس ديال الثمار ويكون تساوي الثمار كذلك، وتكون هاد الزيت ديال الثمار كتكون مزيانة، يعني كتكون واحد الجودة عالية، وتكون الزيت كذلك واحد لا كونتيتي اللي هي مقبولة ولا لا كونتيتي مزيانة. وكذلك حتى بالنسبة للشجرة فكتكون دوك الأفرع خضراء والثمار جيدة كما قلنا، وعندك ثمار غير عطشانة، زعما الثمار ديالنا ما كتكونش عطشانة إذا تبعنا هاد الطريقة. وحتى بالنسبة لدوك النموات الجديدة راه كتكون جيدة، كتكون خضراء. فإذا تبعنا هاد النظام ديال الري اللي يكون مزيان، فالزيتون كيعطينا واحد النمو اللي هو مزيان، كذلك كيعطينا إنتاج اللي هو مزيان، وكتكون عندنا واحد الجودة ديال الزيت والزيتون كذلك، وكتكون كذلك الجودة، يعني كتكون جودة في هاد المنتوج. ومنين كنهضروا على الجودة فكيدخل فيها الوزن والشكل كذلك ديال التمر، وكذلك نسبة الزيت اللي في المنتوج ديالنا. ودابا غنهضروا على واحد الفترة اللي هي حساسة جدا، اللي كيرتكبوا فيها بزاف ديال الفلاحة الخطأ، اللي هي فترة الإزهار، يعني كيحاولوا كينقصوا الماء ولا كيعطشوا الزيتون. فكما قلنا في الفيديوهات السابقة راه التعطيش ديال الزيتون ما خدامش، يعني كيخلي الشجرة ما تعطيكش واحد البروديكسيون اللي هي مزيانه وكتطيح الحب. لذلك في هذه المرحله علينا اتباع
الساقي منتظم وما يكونش مديباسي الكمية ديال الماء، ما يكونش فايت واحد الكمية اللي مزيانة. نعطيو الشجرة واحد الكمية اللي هي محدودة وما نخليوهاش ما نعطشوهاش. وغنهضرو كذلك على الاحتياجات ديال الشجرة من حيث المياه. يعني الاحتياجات ديال الشجرة كتختلف من شجرة لشجرة، يعني راه واحد لا بلونت لي صغيرة ما يمكنش نعطيوها واحد الكمية كبيرة بالمقارنة بواحد لا بلونت لي كبيرة مثلا عندها 10 سنين ولا 20 عام. يعني كل لا بلونت كنتمشيو على قياسها، وكتختلف الكمية كذلك حسب نمط السقي. يعني إذا كنا كنسقيو بالتنقيط راه ماشي بحال إذا كنا كنسقيو بالغمر. يعني كنحاولوا نريقدو السقي ديالنا ونشوفوا السواع ديالنا ونحسبوا الديبي اللي كطيحو لنا القشورة باش كنعرفوا شحال خاصنا نعطيو ديال الوقت باش نوفروا الاحتياجات ديال الشجرة. واحد المسألة جد مهمة اللي هي بالنسبة للناس اللي كيسقوا بالسقي بالتنقيط، فخاصنا نركزوا على القشور خاصها تجينا في الموضع ديال الجذور. يعني البلاصة اللي كيكونوا فيها الجذور خاصنا نركزوا نحطوا فوقها القشورة باش كيجي السقي اون ديريكت في فوق ديك البلاصة اللي فيها الجذور من تحت باش كنستهدفوا الجذور بالضبط وما كان نخسروش الماء. بما اننا هضرنا على السقي في هذه الفتره ديال الصيف كما قلنا، فغادي نهضروا على واحد المشكل اخر اللي كيكون في هذه الفتره هذه اللي هو لا موش دوليفي، دوابات الزيتون. يعني هذه الافه خطيره جدا وخاصنا نحاولوا ندير واحد الكمائن باش نحدو من التكاثر ديال هاد الحشرة هادي، ولا نحاولو نديرو الدواء إذا كانت كتيرة نحاولو نديرو واحد تريتمون باش نقصو منها، ولا نديرو إبادة ديال هاد الحشرة هادي حيت راها كتسبب لنا أضرار كبيرة في الفروي ديالنا ومكيكونش مطلوب في السوق، وكيكون كذلك واحد الإتلاف كبير في المنتوج ديالنا ديال الزيتون بسبب هاد الحشرة الصغيرة. فراه غادي تفاق من الوضعية إلا ما كانش واحد، إلا شفتي أنك عندك هاد الحشرة ما داويتيش راه غادي تفاق من الوضعية. إلا وصلتي حتى لهنا خلينا متابعة وشكرا.